انتقادات من الرئيس سعيد لجبهة الخلاص الوطني المعارضة بعد إعلانها العودة للاحتجاجات في الشارع والتحذيرات من استهداف كوادرها من قبل الأمن التونسي. الرئيس التونسي قيس سعيد هاجم جبهة الخلاص وبسبب مواقفها المعارضة وانتقادها للدستور والمرسوم الانتخابي ونظام الحكم الجديد. الجبهة من طرفها كانت دعت التونسيين للمشاركة في مظاهرة تعتزم تنظيمها في 15 من الشهر الجاري، وأكدت أنها لن تعترف بالانقلاب على العملية الديمقراطية، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد العام الماضي، وأضافت أنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية التي وصفتها بالمزورة، محذرة من محاولات السلطات التونسية إقصائها عن المشهد من خلال الهجمات الممنهجة التي تستهدف أعضائها. رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي قال إن الانقلاب في أضعف أوضاعه، خاصة مع استمرار الحراك الداخلي والعزلة الدولية التي يعاني منها. مختار الجماعي العضو في مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات معي من تونس. أستاذ مختار، أهلا بكم في هذه الحلقة. كيف تنظرون للمظاهرة التي دعت لها الجبهة في 15 من الشهر الجاري، وإلى أي مدى هناك تنسيق بين كل القوى المعارضة لإنجاح الحراك في الشارع؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة والاهتمام. دعني أقول أولا إن جبهة الخلاص وإثراء الاجتماع الحاصل يوم أمس أكدت على ثلاث عناصر. أولا أنها ستقاطع المسرحية التي يعدها خطة الانقلاب والتي تسميها انتخابات، هذا أولا. ثانيا أنها ستعمل على إفشال هذه المسرحية، وثالثا أنها ستمهد لذلك بالمظاهرة المزمع تنظيمها يوم 15 أكتوبر الجاري. هذا طبعا موقف إيجابي. نحن في الجبهة لن نكتفي بالصمت والفرجة أبدا، سنحاول جاهدين إفشال ما يخطط له سلطة الانقلاب. هل هناك دليل أستاذ مختار؟ الذي يمكن تجاوزه هو مدنية هذا التحرك. طيب، وسلميته. هناك اتهامات من جبهة الخلاص للرئيس سعيد بأنه يستهدف هذه الجبهة وقياداتها، هل هناك أدلة على ذلك؟ طبعا هو ذكرها اسما ووصفا، ذكر أن جبهة الخلاص قد انتهت. هذا ما يؤكد أن قيس سعيد يستبطن خوفا شديدا من جبهة الخلاص التي يزيد إشعاعها يوما بعد يوم مقارنة بتراجع إشعاع الرئيس وافتضاح مشروعه الهلامي الذي يدعو إليه. إذا جبهة الخلاص هي المكون الأساسي للمعارضة التونسية، جمعت شخصيات تقليدية استطاعت أن تجمع في مكوناتها بين اليسار وبين اليمين، بين حركة النهضة وبين غيرها من المكونات، بين رجالات مستقلين، بين قيادات من نداء تونس وقيادات مواطنون ضد الانقلاب. أصبحت هي المركز الذي تشع منه الآن. بالنسبة لتصريحات رئيس الجبهة السيد أحمد نجيب الشابي الذي قال بأن النظام التونسي في أضعف أوضاعه، كيف يكون في أضعف أوضاعه وهناك تواصل بين هذا النظام والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وحتى أيضا دول الجوار؟ لا نعتقد أن التواصل هو موجود طبعا، لأنه يبقى إلى الآن على الأقل نظريا وإجرائيا هو السلطة الشرعية، رغم أنها فقدت مشروعيتها المواطنية. ولكن ومع ذلك فإن مختلف هذه الجهات تتعامل مع الرئيس المنقلب بحذر كبير. نلاحظ مثلا أن الجهات المالية إلى الآن لم تسهل أي حصول على قرض أو على إعانات دولية، هي نعتقد أنها تقدم له فقط ما يضمن هدوء الشارع وما يحول دون قيام تحرك أهلي، خاصة على مستوى قروض وإعانات في خلاص أجور عمال القطاع العام خاصة. بالتالي فإن الأزمة التي تحدث عنها السيد أحمد جيب الشافي بالنسبة للسلطة السياسية هي أزمة واقعية، أزمة متعددة الجهات لم تقف عند حدود.
الوجهة السياسية وإنما تجاوزتها إلى الاقتصادية والاجتماعية. كيف يمكن للجبهة أن تساهم مع كافة الأحزاب التونسية المعارضة بتفعيل هذا الحراك المعارض؟ يعني حتى الآن هناك من يقول بأن النظام التونسي بدأ يتكيف ويتعايش مع هذا الشكل من المعارضة. هذا التعايش بين السلطة والمعارضة هو تعايش ظاهر، لأن السلطة السياسية الآن فعلا تعيش أضعف مراحلها منذ 25 جويلية 21. الإقبال على سيظهر ذلك جليا من خلال الإقبال على التسجيل الانتخابي، من خلال الترشح على الأقل من ناحية النوعية، بالرغم من أن حراك 25 جويلية الذي هو حراك موال للرئيس قد بدأ بعد في جمع قواعده والتسجيل والترشح. نعتقد أن المشاركة الشعبية بالعملية السياسية تتضاعف يوما بعد يوم. عدد المشاركات في الاستشارة الوطنية كان ضعيفا، أضعف منها المشاركة في الاستفتاء الذي نظم سابقا، أضعف من الاثنين سيكون المشاركة في العملية الانتخابية. نعتقد أن طريقنا لمجابهة هذه المسرحية الإخراج سيكون من خلال التوعية الشعبية، من خلال العزوف عن الترشح والترشيح والتزكية، من خلال أيضا التوعية بخطورة الانسياق وراء هذا المسار الانقلابي. شكرا جزيلا لك عضو مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات في تونس أستاذ مختار الجماعي.